لسه بنتابع مع حضراتكم اصداء القرارات اللي تم اتخاذها من وزاره الشباب والرياضه متمثله في الدكتور اشرف صبحي بتجميد النشاط الرياضي على مدار الاسبوعين اللي جايين، وان شاء الله ما نحتاجش ان احنا نمد الكلام ده لاكثر من كده. وكمان تضامنا مع القرارات ديت اللجنه الاولمبيه المصريه كمان اصدرت بيان خاص بها بتجميد كل الانشطه والاتحادات وغير مرغوب في اي حدوث اي بطولات في التوقيت الحالي او تجمعات حتى في الانديه غير مفضل حتى البطولات المحليه. هيكون في هذه الفقرة لينا فرصة ان احنا نقرب اكتر من كواليس بقى اصدار هذه القرارات وايه كمان الرؤية الخاصة بالمسؤولين للعواقب بتاعت هذه القرارات. منورني في هذه الفقرة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والسكرتير العام للجنة الاولمبية. سعيدة جدا بوجود حضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اهلا بيك. تقييم حضرتك لتوقيت اصدار القرار والبيان بقى طبعا يعني في التوقيت الحالي. طبعا هو القرار قرار واضح وقرار ماشي متضامنا مع وتوقيته بالنسبه لحضرتك. توقيته وقت طبيعي جدا بما يحدث في العالم حولنا. خلاص منظمه الصحه العالميه اصدرت بيان بان خلاص الوباء بقى بانديميك، فبالتالي خلاص يعني لازم كل الدول تشتغل على يعني الحفاظ على عدم نشر هذا الوباء بشكل الكافي، خلاص تاخد الاجراءات الوقائيه المطلوبه. فكان لازم يطلع قرار بهذا الشكل الحقيقه بالتنسيق مع جميع الجهات. تم اخذ القرار اليوم، بس لازم نفرق بين كذا حاجه. يعني احنا بنوقف النشاط المحلي من بطولات وتجمعات شبابيه وهكذا. منتخبات مصر مش موجوده في هذا القرار. يعني منتخبات مصر اللي بتستعد للاولمبياد ممكن يبقى عندهم تجمعات، موجودين بيتمرنوا زي ما هم. خلاص كان لسه بننسق مع هيئه استاد القاهره مركز اولمبي في المعادي وكان ده كله بحيث ان ناخد الاجراءات الوقائيه المطلوبه مع اللجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه المصريه بحيث ان المنتخبات دي لا تتاثر تمرينها ما يوقفش. لان انا لو وقفت تمرين اسبوعين او ثلاثه او اربعه هحتاج قدامهم شهرين ثلاثه عمال ارجع لايه؟ للمستوى بالظبط تاني، ومحدش عارف لسه الاولمبياد هيجرى فيها ايه. فبالتالي لازم نكون جاهزين وكان الاولمبياد هتلاقي في ميعادها ومفيش اي تغيير على الاطلاق. طيب كواليس القرار، وهل حضرتك كنتوا شايفين اي سيناريو تاني غير ان انتوا يتم تجميد النشاط، ولا ده كان بالنسبه لكم سيناريو بس انتوا مستنيين ان الشكل في مصر يبان عامل ازاي وناخد القرار بناء عليه؟ لو حضرتك متابعه الاسبوع اللي فات يمكن كان اغلب الاتحادات الفرديه الالعاب الفرديه كانت اخذت قرارات اوريدي على طول، يمكن من قبل اليومين اللي كانوا فيهم جو صعب دول. كان السبب الجو وكان السبب كمان فيروس كورونا بتأجيل جميع البطولات لحين إشعار آخر. فهو دلوقتي القرار طلع رسمي تمام ومتماشي طبعا مع الـ WHO ومتماشي مع يعني جميع الدول اللي ظهر عندها حالات من الفيروس حقيقة. فبالتالي لازم ناخد نفس الإجراءات وناخد نفس الإجراءات الوقائية، فده أمر طبيعي جدا. أنا عايز بس أطمنك إن الناس اللي بتسأل على الأولمبيات وهل الأولمبيات هتلعب ولا لأ والسبيكيليشن الكتير ده، جميع اللجان الأولمبية الوطنية بما فيهم مصر 206 دولة في اجتماع كونفرنس كول مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ يوم الأربعاء القادم في حدود الساعة 4 أو 5 مساء. هيشرح فيه، هو بيجمع دلوقتي جميع الأسئلة المطلوبة عشان يرد عليها بالكامل. خلاص لأن الأسئلة كلها مشتركة الحقيقة، الأولمبيات هتقام ولا لأ؟ هتم تأجيلها ولا لأ؟ المشكلة الأكبر الحقيقة اللي بتقابل اللجنة الأولمبية الدولية حاليا وهي التصفيات المؤهلة الحقيقة. التصفيات المؤهلة دول كتيرة منعت السفر، منعت دخول أو خروج مواطنيها، كان في بطولات هتتلعب واتلغت اتأجلت. فبالتالي ما بقاش في فرص متساوية وفرص محايدة للجميع للتصفيات. هي دي أكبر قلق موجود، لأن الأولمبيات لازم الفرص تكون متساوية للجميع لخوض التصفيات. فبالتالي أول قرارات كانت من الاتحادات الدولية، كتير من الاتحادات الدولية خدت قرارات بتأجيل بعض التصفيات. حضرتك عارفة أن التصفيات كلها كان لازم تنتهي بنهاية شهر مايو، لأن 1/6 كان هيتم إعلان ال 10500 ل 11000 لاعب اللي هيلعبوا في الأولمبياد في جميع الألعاب. ده طبعًا هيبقى صعب جدًا في الوقت الحالي إن إنهاء جميع التصفيات الأولمبية في ميعاد 1/6. بعض الاتحادات الدولية أوريدي بعتت للجنة الأولمبية الدولية تطلب مد هذه الفترة على الأقل شهر كمان. اللجنه الاولمبيه الدوليه بتدرس هذا الموضوع، انما مد شهر كمان معناها ان استحاله اقامه الاولمبياد في موعدها اللي هو 24 يوليو خلاص الافتتاح. خد بالك ان في العاب كمان بتبدا قبل الافتتاح
يعني قبلها بثلاث اربع ايام من 21 يوليو هيبقى يكون في استلام القاريه الاولمبيه وبعض الالعاب الجماعيه بتبدا في التصفيات بتاعتها كمان. فايه اللي هيتم بالظبط ما اقدرش اجزم الحقيقه غير بعد الاجتماع بتاع الدكتور توماس باخ ونقدر نقول لكم تفصيل اكتر. هيبقى في قبل هذا الاجتماع كمان اجتماع مع لجنه اللاعبين في اللجنه الاولمبيه الدوليه مع دكتور توماس باخ والاكزيكتيف بورد، هيتناقشوا الاول قبل الاجتماع بتاعنا في بعض الامور. وطبعا حضرتك عارفه ان ايه مدني من مصر هي عضوه في هذه اللجنه، فاحنا بننسق مع بعض كل حاجه ونشوف ايه الموجود وايه المتاح، ونتمنى ان يكون خير يعني. يا رب. يوم الاربعاء اكيد هنكون بنتابع معاكم اصداء وبقى وكل حاجه جت في الكونفرنس كول اللي هيكون مع رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. اكيد حضرتك ليك تواصل مع لجان اولمبيه ثانيه في دول مختلفه، التوجه ناحيه ايه؟ الرؤيه العامه للجان الاولمبيه الاخرى، الاولمبيكس اتلعب في ميعادها ده افضل لهم، ولا الدول اللي عندهم لسه لاعبين كتيره ما خدوش نفس الحظوظ اللي حضرتك بتتكلم عليها، وحتى مش بس ان هم يكونوا بيصفوا، هم كمان مش عارفين يتمرنوا دلوقتي علشان يعرفوا يصفوا بشكل مميز، هم اتجاههم ايه؟ تفكيرهم ان احنا لا ناجل لا نلغي، ولا عايزين ايه؟ لا الرياضه يعني رجعت خطوه لورا كده خلاص، لان الاهم دلوقتي هي صحه الانسان. فبالتالي جميع اللجان الاولمبيه مرتبطه مع وزارات الشباب والرياضه في دولها، خلاص هي يعني هتلتزم بالتعليمات اللي هتطلق من كل دوله في الاجراءات الاحترازيه اللي هتتاخد في كل دوله، سواء كان منع السفر من والى، سواء كان الكوارنتين 14 يوم، سواء كان يعني واتيفر الاجراءات ايه، خلاص كله ملتزم بيها، لان مش باصين للبطوله على قد ما باصين للصحه. محدش باصص دلوقتي للبطوله، كله باصص الاول دلوقتي لسلامه البني ادمين واللاعبين ويعني كل المواطنين الحقيقه، خلاص ده الاهم دلوقتي. خلاص البطوله لو اتاجلت شهرين ولا اتاجلت سنه ولا اتاجلت سنتين الدنيا مش هتقف يعني. طيب كان في يعني وانا بتابع على السوشيال ميديا كنت بشوف بوست بقى من امهات واولياء امور وعلى بيجز مختلفه في رياضات مختلفه بيطالبوا من قبل القرارات ديت لو سمحتوا يا اتحادات ايا كانت الرياضه لو مش عايزين بطولات ولا تجمعات، ده علشان سلامه ولادنا. هل حسيتوا بالضغوط دي كلجنه اولمبيه وكمان وزاره الشباب والرياضه وصلت لها المطالبات ديت من اولياء الامور ولا لا؟ احنا وصل لنا طبعا الكلام ده كله خلاص، وبيجي لنا كمان تسائلات كتير من الانديه والهيئات الرياضيه، طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ طب حتى بعد القرار ده ايه المطلوب ان احنا نعمله؟ فاحنا بنرد عليهم في حدود الامكانيات المتاحه الحقيقه. أوكي. وطبعا الوضع بيتغير من يوم ليوم، يعني احنا برضو مش قادرين نجزم ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه. لو تتذكر الاسبوع اللي فات احنا قلنا احنا مش بنعلق النشاط الرياضي، احنا بس بنأجل بعض البطولات. النهارده احنا بنقول احنا بنعلق النشاط الرياضي لمده اسبوعين، هل بعد الاسبوعين دول خلاص كل حاجه تبقى طبيعي؟ الله اعلم، محدش يقدر يقول اه ولا لا الحقيقه، نتمنى جميعا. انما الشكل العام بيقول ان لا، في يعني لازم نتاكد ان الاجراءات كلها بتتم بالكامل عشان سلامه اللاعبين قبل اي حاجه. فيعني هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيتم. البدايه كانت بالتجمعات بالانشطه اللي هي في اماكن مغلقه. تمام. الاماكن المفتوحه حتى الان ما فيش اغلاق ليها الحقيقه، سواء في الانديه او اللي هيقدروا يتمرنوا. المنتخبات زي ما قلت لحضرتك احنا مكملين معاها، تمارينها هتفضل مكمله، احنا بس هناخد بعض الاجراءات الاحترازيه خلاص من البيرسونال هايجين، نظافه المكان، الكلام ده كله عشان نحاول بقدر الامكان ما يبقاش في اي نقل للعدوى ان شاء الله. طيب في اصرار كبير جدا من خلال التصريحات اللي بنتابعها خارجه من الحكومه اليابانيه ان البطوله هتتلعب في مكان في توقيتها ومكانها ومفيش اي حاجه ممكن تغير ده. متابعه حضرتك للتصريحات دي والثقه الكبيره ان احنا ممكن بعد اسبوعين ثلاثه نلاقي الموضوع كان مفيش حاجه؟ لا حصل. هو طبعا كان في الكلام ده كله حضرتك يمكن الاسبوع اللي فات، الاسبوع ده اللهجه اتغيرت شويه. حضرتك لو تتذكري من يومين بدا التورش ريلي التتابع بتاع الشعله. تمام. وبدا في ميعاده عادي جدا دون اي تاجيل، ثم بعد ما اقل من 24 ساعه تم وقف الشعله خلاص، لان كان في تجمعات كتير في اليونان عشان يتفرجوا على الشعلة كده، فوقفوا الشعلة. فده طبعا تم بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه الدوليه. دي بالنسبه لي انا كلها مؤشرات ان في تاجيل جاي. ده وجهه نظر حضرتك؟ دي وجهه نظري انا، ان مستحيل يعني يبقى في حاجات زي كده. و تاجيل سنوات ولا تاجيل اشهر؟ ما اعرفش برضو، ما اقدرش اجزم يعني. لا توقعاتك. انا توقعاتي انا اتمنى ما يبقاش في تاجيل سنوات الحقيقه، لان في ظلم على لاعبين معينين وفي ظلم على حاجات كتير الحقيقه. بالزبط. انما العقد بتاع اليابان مع اللجنه الاولمبيه الدوليه بيقول ان هو الاولمبياد تقام في 2020،
فهل ممكن تأجيل الأولمبياد لمدة شهرين مثلا، اللي هم فيهم مشكلة دلوقتي بتاعت التصفيات اللي هتم تأجيلها، لو مدينا شهرين في التصفيات ممكن نأجل كل حاجة شهرين، هل ده يحل الموقف؟ كلنا نتمنى يعني ده هيبقى حل حقيقي يرضي جميع الأطراف لو نفع تطبيقه على ارض الواقع الحقيقه. أيه. برضو ما حدش يقدر يجزم، هي شايفه دلوقتي ايطاليا مثلا الدنيا مقفوله تماما، ده محظوره. فايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه في اوروبا، في مصر، في افريقيا، في اسيا، ما حدش عارف. طيب اليابان الحقيقه الواحد يعني بيشفق عليها، لان هي بتعمل محاولات كتيره جدا، وكان ليها تصريحات كانت بالنسبه لي مش منطقيه، يعني ان احنا نشوف دوره العاب اولمبيه من غير جمهور. حضرتك متخيله حضرتك الجمهور مش يعني انا هديك المثال دلوقتي، المشكله مشكله فلوس. خلاص الخسائر هتبقى مهوله، اقل حاجه في الخسائر هي الجمهور، الخساره الكبيره هي الميديا. خلاص فلو لم تقام الاولمبياد خلاص الفلوس كلها اللي داخل او 90% منها داخل عن طريق العود الميديا، تمام. فهي دي اللي ما ينفعش ان احنا او ما ينفعش هم يعني خايفين ان هو يحصل فيها اي بريش للكونتراكت يبقى فيها مشكله كبيره. اما عدم وجود جماهير، فجماهير مش هو الدخل الكبير اللي بيأثر. طبعا هتأثر على شعبيه الاولمبياد نفسها، هتأثر على اداء المنتخب الياباني، هيبقى مستفيد بالارض والجمهور، هيتأثر على شويه حاجات كتير، بس مش التأثير اللي هو يبقى تأثير كبير قوي. مشكله مش الجماهير بس، هي طعمها بالجماهير، هي دي مشكلتها. طبعا احنا بقى لنا الكوره اهو بنلعب بقى لنا قد ايه بدون جمهور، ملهاش طعم. انما في الاخر الدوري شغال، النتيجه هتطلع، التاريخ هيكتب ان الدوري في هذه السنه فاز بيه فلان او علان. طيب لو عايز اعرف اكيد في الشهور اللي فاتت او في الاسابيع بقى اللي فاتت عشان نكون ادق، تواصل مع اللجنه الاولمبيه الدوليه من خلال حضراتكم، ايه اللي بيتقال فيما يخص طوكيو؟ احنا طبعا احنا وجميع اللجان الاولمبيه الوطنيه بتسال دايما هو طب الدنيا هيمشي فيها ايه. كان كل التواصل من وكل التصريحات الرسميه من اللجنه الاولمبيه الدوليه انها في على توافق تام خلاص وعلى تواصل تام مع ال WHO منظمه الصحه العالميه، وان مفيش اي تاجيلات والدنيا ماشيه كويس، وان متوقعين ان هذا الفيروس ما يوصلش انه يبقى بانديميك وبالتالي ما تبقاش مشكله. الحقيقه ده ما حصلش، تمام. فتوقعاتهم يمكن كانت خاطئه في الحته دي، فلازم يعدلوا في الفكر وايه اللي هيتم في الفتره اللي جايه. ما فيش حاجه تانية الحقيقه. احنا كان التواصل برضو من اللجنه الاولمبيه الدوليه معانا ان هو يا جماعه بلاش ننشر حاجات مش مظبوطه، ما ننشرش غير الكلام اللي بيطلع موثق خلاص، عشان ما يبقاش في بلبله وما يبقاش في اشاعات كتير يروجها الناس ويبداوا يعني يتعاملوا معاها كانها حقائق. وده بيحصل الحقيقه مع شعوب كتير الحقيقه. طيب انا عايزه اعرف من وجهه نظر حضرتك اصداء قرارات ايقاف النشاط الرياضي في مصر على مدار الاسبوعين اللي جايين، ايه خسائرها وازاي ممكن تتعاملوا معاها؟ بالنسبه للجنه الاولمبيه المصريه، انا سالت السؤال ده الحقيقه قبل كده، مفيش خسائر ماديه بالنسبه لنا. احنا مش بنعمل نشاط وبناخد بنكسب منه فلوس، فبالتالي هيعود علينا بالخساره. انما طبعا هتعود خسائر على الانديه، هتعود خسائر هتكون بتروح مثلا دوري المصري اللي هو السبونسر، في حاجات تانية بس براكو. انا فاهم قصدك. لا انا بتكلم دلوقتي على كمان مراكز التاهيل، الجيمات، الحاجات اللي ممكن تقف حاليا، الناس مش هتبدا تنزل خلاص. فطبعا هياثر تاثير. كنت لسه عايز اشترك في الجيم، قالوا لي اصحابي لا بلاش الجيم ده، مش هنخرج معاكي بعدها. لا هيبقى في تاثير كتير، حتى الانديه هتتاثر خلاص من الدخل اللي بيخش لها، من الناس اللي هتروح. الناس في بانيك دلوقتي، فالناس خايفه تخرج، خايفه انها يعني لو خرجت ممكن تلمس حاجه، يحصل حاجه، يبقى في وباء. فالحقيقه يعني نتمنى الدنيا تهدى الفتره القادمه ويطلع ارقام تبين للناس ان الدنيا ماشيه في اتجاه كويس والدنيا بتقل مش بتزيد، فكلنا تفاؤل يعني. طيب التواصل مع اللعيبه اللي تاهلت لاولمبيكس طوكيو من قبل حضراتكم ماشي ازاي دلوقتي؟ زي ما قلت لحضرتك النهارده كان في الاجتماع اللي حضره مهندس هشام حطب مع سياده الوزير التنسيقي. يمكن الاسبوع ده احنا ادينا الموظفين في اللجنه معظمهم اجازه، انما احنا كاداره موجودين. الامور هتمشي برضو في اجراءات لازم بنخلصها، مش هنقف الحقيقه. انما هيبقى في طبعا اجراءات مع اللاعبين. احنا كان الاتحاد الخماسي الحديث كان عندنا اجتماع موسع النهارده في الاتحاد مع اللاعبين والمدربين عشان نشرح لهم بالظبط ايه اللي مطلوب يتعمل كوقايه، وكمان تمريننا هيمشي ازاي في الفتره اللي جايه. ويمكن انا كنت بشرح للعيبه والمدرب ان دي فتره مهمه بالنسبه لنا، الشهر ونص اللي جايين اللي فيهم اللي تم تاجيل فيهم جميع التصفيات والبطولات، عندك فرصه انك انت تستفيد
زي ما نقول يعني لما بيحصل أزمة في حد بيستفيد وفي حد بيتضر وفي حد بيفضل محلك سر، فاحنا ازاي نحول هذه الأزمة إلى استفادة للرياضيين في الخماسي على الأقل، إن احنا نتمرن ونعدي الدول اللي مش عارفة تتمرن دلوقتي. خلاص لأن احنا أحسن من ناس كتير الحمد طبعًا لله. طبعًا احنا موقفنا أحسن من ناس كتير، احنا تجمعاتنا مختلفة، احنا البنية التحتية بتاعتنا كويسة، احنا الحركة عندنا مش موقوفة، يعني في حاجات كتير نقدر هنقدر نعملها احنا هنسبق بيها التانيين خلاص في الفترة الحالية، وده مطلوب الحقيقة. احنا اتضرينا لو حضرتك تتذكري في 2011 كان في ضرر كبير قوي على الرياضة المصرية لما كان عندنا الثورة، كانش حد بيعرف يتحرك ولا يروح التمرين، وكان في الأمن مش مستتب تمام، ودي أثرت علينا تأثير كبير في أولمبياد 2012 والعالم الباقي كله بيتمرن مش واقف. فاحنا دلوقتي بنقول احنا عندنا يعني ممكن يبقى عندنا ادفانتج بالإجراءات اللي احنا بناخدها، هنبقى واخدين إجراءات احترازية قوية انما عايزين برضو ناخد ادفانتج اوف ذا سيتويشن، وان احنا نحاول نتمرن بجهد وبقوة عشان ما نوقفش زي ما بقية الناس واقفة. الحمد لله، لان احنا الظروف عندنا احسن بكتير. يعني اوروبا في خلاص دول المفروض الشعب كله يلزم البيت، محدش يكون بينزل خالص، فالنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت اعتقد لو تم استغلالها على مدار الشهر اللي جاي حتى باذن الله كل البلاد تعود سالمه للمره الثانيه لنشاطها الرياضي، ولكن احنا نكون استغلينا الشهر ده بافضل شكل ممكن. اهم الاتحادات اللي ممكن تقول لي حضرتك ان هي متوتره من الحاله او قلقانه جدا وبتتواصل معاكم بشكل كان دوري حتى لو من فتره طويله. لا هو طبعا هو كل الاتحادات الحقيقه متوتره، كل الاتحادات يعني مش عارفه، احنا في وقت مش عارفين ايه اللي هيتم بالظبط، انما طبعا اكتر ناس متوتره هم اللي لسه تصفياتهم ما خلصتش. طبعا خلاص يعني اللي ضمن الكوتا وخد اقصى كوتا ممكنه خلاص اوكي، ده يعني عنده تمرين بس لغايه ما الاولمبياد تتلعب. مستني. انما اللي لسه تصفياته ده لازم هيغير في برامج التدريب حتى بتاعته عشان لو انا دلوقتي في فتره منافسات ما بقتش في فتره منافسات، هرجع تاني اشتغل انديورنس ولا هشتغل تحمل سرعه ولا ايه بالظبط اللي هشتغله؟ فيعني الدنيا متدربكه شويه الحقيقه على الكل. مدربينا قادرين ان هم يغيروا من خططهم خلاص عشان نوصل للتعديل، اول ما هيبقى فيه جديد بمواعيد جديده هنبلغ الناس كلها على طول وانتوا اول ناس هتعرفوا خلاص عشان كل واحد يبقى عامل حسابه. انما احنا مش هنقف يعني، احنا شغالين وان شاء الله خير يعني. احنا هنقف بس فاصل صغير ونعود مره ثانيه نستكمل حديثنا مع المهندس شريف. طبعا دي رؤيه بعض من الصحفيين والنقاد الرياضيين فيما يخص قرارات جت في وقت مهم جدا ومنطقي جدا بتجميد النشاط الرياضي في التوقيت الحالي في مصر، وان شاء الله لمده اسبوعين فقط باذن الله لا يتم تجديد الوقت. باشمهندس دلوقتي واحنا على اعتاب طوكيو 2020 واحنا نتكلم ان شاء الله ان احنا باذن الله نشوفها بتقام في مواعيدها، ازاي بتقيموا اداء الاتحادات اللي عندها لعيبه مسافره في الخارج وازاي بتدعموهم معنويا وماديا؟ طبعا هو كل اتحاد قدم خطه من فتره الحقيقه من اكتر من يمكن سنتين ونص فاتوا خلاص، وفي تنسيق كامل مع وزاره الشباب والرياضه في الماليات المطلوبه لتنفيذ هذه الخطط. الحقيقه لغايه الاسبوع اللي فات ما كانش في اي مشكله خالص على الاطلاق، الماليات بتوصل في الميعاد، يمكن وصلنا للدفعه الخامسه من اعداد طوكيو للاتحادات. طبعا اللي انتهى من التصفيات ولم يوفق بتقف الدعم اللي هو خاص بطوكيو ليه خلاص، الباقي بنكمل عادي. كنا لسه بنتكلم النهارده مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان الدعم ماشي زي ما هو، الدنيا مكمله، احنا مش هنقف سواء بطولات او معسكرات الا في الحاجات اللي هي الاتحادات الدوليه اوريدي بتوقفها او بتاجلها، فاحنا مضطرين ناجل زينا زيهم، انما احنا مش هنوقف حاجه بحيث ان لعيبتنا مش هتقف لغايه ما توصل لطوكيو في اعلى مستوى ممكن ان شاء الله. فما فيش حاجه واقفه الحقيقه في الاعداد، الاعداد ماشي زي ما هو. كنا لسه النهارده برضو بننسق مع بعض رؤساء الاتحادات المحليه في مصر اللي بتتساءل ايه اللي هيتم، طب احنا هنقف ايه اللي هنعمله خلاص، وبنطمنهم ان ما فيش حاجه، انتم مكملين زي ما انتم، خطتكم زي ما هي خلاص، وان شاء الله يعني هنبذل اقصى جهد للوصول لاعلى حاجه ممكنه. احنا متوقعين ايه لكنا لطوكيو؟ كنا متوقعين ان احنا هيبقى عندنا اكتر من 120 ل 130 لاعب ولاعيبه في اكتر من 22 لعبه اولمبيه. الحقيقه كل المؤشرات بتقول ان احنا ماشيين في هذا الاتجاه مظبوط، يمكن بس هو موضوع رفع الاثقال اللي توقف سنتين فده عمل المشكله. القصه ديت لسه فيها المفروض القضيه امام المحكمه الفدراليه، يعني متوقع لها يعني انا
مش عايز اقول ما تحطش امال كبيره عليها، خلاص احنا بنتعامل مع الامر الواقع دلوقتي ان خلاص احنا مش موجودين في طوكيو. لا اللعيبه، طب اللعيبه اللي هم ما كانوش خدوا منشطات مثلا تمام. زي محمد ايهاب، شايف حضرتك ايه فرصته ان هو يكون بيشارك سواء تحت رايه العالم الاولمبي او باسم مصر برضه؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده حضرتك خالص. خلاص لما الدوله تكون موقوفه خلاص ممكن يعني هو قال انا مقدم على ده؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده برضه. لا ما فيش حاجه اسمها يعني مصر موجوده واللعيب بيلعب تحت العالم ولعيب تاني بيلعب تحت العالم الاولمبي، ما فيش حاجه اسمها كده حضرتك. يعني ده مش لما الدوله تكون موقوفه بالكامل خلاص، زي مثلا الكويت الهند هذه كلها خلاص بيلعب اللعيب تحت العالم الاولمبي لو كان مؤهل. بس الاتحاد بس لا، لا طبعا رياضه واحده لا، لا طبعا لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. انا ما اعرفش بقى هل لو تاهلت تاجلت الاولمبياد مثلا سنتين ولا حاجه هل يخلص الوقفه بتاع رفع الاثقال ويبقى احنا لسه موجودين تاني؟ ما حدش يقدر يسبق الاحداث دي الحقيقه تمام. وايه اللي هيتم بالظبط فيها لو تاجلت الاولمبياد سنتين زي ما بعض الناس بتتكلم؟ أنا قريتها. طب الناس اللي تاهلوا دلوقتي هل التاهيل ده دلوقتي بقى خلاص هننساه ونبدا تاهيل تاني من الصفر من الاول وجديد؟ يعني ما حدش يقدر يجزم خلاص، يمكن بعد اجتماع يوم الاربعاء يبقى في يعني رؤيه اوضح كذا سيناريو شوية. يعني اعتقد من المفروض القرارات اللي تظهر ان هو لو في ميعادها ايه، لو بعدها بشهرين ولو بعدها بسنتين. هو حاليا كان الكلام كله لغايه الاسبوع اللي فات ان مفيش اي تاجيلات من اي نوع. الاجتماع بتاع الاسبوع اللي جاي ده بيبشر ان في نوع من انواع التاجيلات قد يكون موجود، لان التصفيات غصب عن الجميع بتتاجل خلاص لمده شهرين، فبالتالي هل هيبقى في تاجيل لمده شهر او شهرين الاولمبياد بالكامل ولا لا؟ ده احنا هنعرفه الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب كان في بعيدا بقى عن قصه الكورونا تعديلات في قانون الرياضه، ممكن حضرتك تقربنا منها اكتر وامتى ممكن نشوف شكلها بيتغير على الرياضه المصريه بشكل ايجابي يعني؟ لا دي مش هقدر اتكلم فيها كتير الحقيقه، انا كل اللي اقدر اقوله ان هو مع التطبيق بتاع قانون 71 سنه 2017 المهندس خالد عبد العزيز الحقيقه قال ان مع التطبيق الفعلي هيظهر بعض المشاكل او العوار خلاص اوكي في بعض الحاجات، وده مش قران، فبالتالي هيحتاج بعض التعديلات، وده الدكتور اشرف صبحي بيعمله دلوقتي خلاص ان هو بيقدم مشروع قانون لمجلس النواب بحيث ان هو الحاجات اللي بانت فيها بعض المشاكل انها محتاجه تتعدل. ده تعديلات في قانون الرياضه، انا ما عنديش فكره الحقيقه، مش قادر اتكلم في ايه بالظبط تفاصيلها، بس فيها بروجرس، فيها تطور، اكيد خطوات. اكيد في تطور طبعا في الحاجات اللي ظهر فيها مشاكل انها تتعدل، دي مش حاجه ما فيهاش مشكله. يمكن اللي على تواصل اكتر في الموضوع ده مع الدكتور اشرف صبحي هو المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، فممكن تسالوه هو في هذه الحاجات، انا في الامور الفنيه اكتر انفولد الحقيقه. طب فنيا بقى عندنا اتحادات بنشوفها في مصر بيفضل الاخفاق مستمر، وبتحس دايما في مشكله ما بين الاعضاء وفي وعلى الكراسي، ومش دوره واحده، لا بتحس ان هي الرياضه دي محطوطه في المشكله دي وبتقعد سنوات كتيره. دوركم بيبقى فين مع الناس دي؟ احنا دورنا بيبقى في التوعيه مع اعضاء مجلس الاداره المنتخبين خلاص، في ان احنا نوفق ما بينهم، او لو وصلنا لديد اند ما بين يعني مجموعه ومجموعه ومش قادرين يوصلوا لقرار بنقعد بنجيبه عندنا في اللجنه ونقعد معاهم ونتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف او حل يرضي الرياضه المصريه، ممكن يبقى طرف غلطان قصاد طرف. فده احنا بنعمل الكلام ده فعلا، ووزاره الشباب والرياضه كمان بتتعاون معانا في هذا الحقيقه. انما اللي احنا بنقوله هو يا جماعه الجمعيات العموميه في مصر هي صاحبه القرار خلاص، لو في اتحاد ما فيهوش توافق، ما انتوا اللي اخترتوه، ما انتوا اللي انتخبتوه خلاص، والجمعيات العموميه لازم تبقى عارفه خلاص انها تقدر في اي لحظه تحل الاتحاد. ايه الصعوبه في كده؟ تطلب ربع الاعضاء يطلبوا جمعيه عموميه غير عاديه ويتم حل هذا الاتحاد او سحب الثقه منه لو في مشاكل مالهاش حل. لو هم شايفين ان الاتحاد ده مش بيؤدي بالشكل الطيب، مش لازم يستنى الاربع سنين الحقيقه. فهو انت بتنتخب اربع سنين، انما في اي وقت انت معرض لجمعيه عموميه غير عاديه لسحب الثقه منك لو كان في امر يستدعي. فلازم الناس تبقى عارفه ان مش انت عشان انتخبت اربع سنين فانت قاعد اربع سنين خلاص هتعمل اللي انت عايزه او هي عزبه، لا خالص حقيقه، انت لازم تأدي وتقنع الجمعيه العموميه وتأدي رغبتها وتحسن اللعبه خلاص، والا الناس مش هتنتخبك تاني او ممكن تقيلك في النص. واما بقى لو حصل مشاكل ماليه فده دور الوزاره. الوزاره تقدر انها تحل اي اتحاد، تقدر تحل اي اتحاد حضرتك خلاص لو في اخطاء ماليه خلاص وتم تحويلها للنيابه والنيابه اثبتت ان فعلا في حاجه مش مظبوطه، طبعا تقدر، مفيش حاجه تمنعها الحقيقه. طيب واضيف على كلام حضرتك يعني زي ما حضرتك بتدي توعيه لاعضاء الجمعيه العموميه ان انتوا في حقكم ان انتوا
تطيحه باي مجلس اداره، ان بقى اعضاء مجلس الاداره يعني دايما كده يبقوا واخدين بالهم ان ده عمل تطوعي. تطوعي يعني، احنا مش بس عمل ارجوكم ده تطوعي، مش لازم يبقى فيه مكاسب كده. لا لا، هو عمل تطوعي في الاخر مفروض. خلاص، والناس لازم تبقى عارفه ان ده عمل تطوعي في مصر على الاقل، في بعض الدول الاخرى ما هوش عمل تطوعي. تقييم حضرتك لشغل اعضاء مجلس اداره في اتحادات كتيره، ان ده بيبقى عمل تطوعي؟ انا شايفه عمل تطوعي في جميع الاتحادات. خلاص لو حد بيستنفع منه خلاص فده خطا بالظبط، بس موجود لازم الجمعيه العموميه يعني تراجع مع هذا الموضوع، لان القانون بيمنع اساسا، يعني القانون في بنود تمنع هذا بشكل واضح وصريح. انا بس بقول بقى اللي بيحاولوا يخشوا اتحادات خلاص، والصراع القوي قوي، لما تخش وبعد ما تخش تقول الله ده احنا ما فيش فلوس واحنا مديونين، ما انت عارف من الاول قبل ما تخش خلاص. فاي حد عايز يخش لازم عنده خطه طموحه وفكر ازاي هيدبر موارد خلاص عشان يدير هذه اللعبه. دي مهمه جدا، لان طبعا الراعي الاول لاي رياضه او اي اتحاد هو وزاره الشباب والرياضه هو الدوله، تمام. انما الدوله مش هتقدر انها تبقى بتحط التكاليف كلها اللي انت محتاجها خلاص والحلم بتاعك بالكامل، لا مش هو دورك. دورك انت وفي دخولك انك انت تعرف تنمي موارد هذا الاتحاد، يبقى عندك فكر سواء كان سبونسرز سواء كان نشاط محلي خارجي اكتيفيتيز معينه هتعرف تجيب بيها دخل عشان تعمل الخطه الطموحه اللي انت اقنعت الجمعيه العموميه بيها انك انت هتعملها، وبالتالي انتخبوك على اساسها. بما ان حضرتك اتكلمت عن السبونسرز، تقييمك لمدى وعي القطاع الخاص ان هو يكون سبونسر وراعي لحاجات غير الكوره للرياضيين في العاب فرديه؟ انا اقدر اجزم ان في السنوات الثلاث اربع سنين اللي فاتوا خلاص الامر تطور بشكل كبير جدا جدا جدا، ويمكن اتس مور ذان دبلينج كل سنه. ده بمجهود الحقيقه، مجهود الدولة أول حاجة خلاص، إنها بتزق القطاع الخاص إن هو يساعد معاها في هذا الموضوع. الفكر الجديد بتاع إن يبقى فيه رعاية مباشرة للاعبين اللي هم بروميسنج خلاص، دي حاجة أكثر من رائعة، وإحنا كاتحادات كلنا يعني بنرفع القبعة لوزارة الشباب والرياضة في الحتة دي الحقيقة، إنها حاجة كويسة جدا. الفكر ده لازم يزيد عن كده، لازم يزيد ويزيد أكثر من كده بكتير، إنما بقى فيه وعي أكبر، انما محتاجينه بقى ينتشر اكتر من كده، لان الرياضه محتاجه اكتر من كده. فيمكن هتبان نتائجه من فوق لتحت، يعني الرياضيين المميزين قوي هم اللي هيستفيدوا اكتر الاول، وبعد كده هتبدا تنزل الثقافه نفسها بقى تتطور تنزل لتحت. يا رب. طيب خليني كده قبل ما اكتم مع حضرتك نتكلم عن الخماسي الحديث، وهو من الرياضات اللي ليها تاريخ كبير جدا مع الاولمبيكس ومن اقدمها في تاريخ دورات الالعاب الاولمبيه، والحمد لله عندنا لعيبه ولعبات كمان يعني ما شاء الله مكسرين الدنيا في البطولات العالميه. ولكن ممكن نتكلم على صعيد البطولات الاولمبيه، مش احسن حال، على الرغم من ان احنا كان ادائنا مميز في اولمبيات الشباب في عام 2018. ممكن تقول لي حضرتك كده امتى نشوف باذن الله لاعبتنا موجودين على منصات التتويج، وتتوقع ان احنا نشوف ده باذن الله في 2020 طوكيو؟ ده كان الهدف بتاع الاتحاد. احنا بقالنا دلوقتي يمكن ثلاث سنين من 2017 مصر في كل بطوله عالم سواء كبار ناشئين شباب موجوده في التتويج، في على الاقل ميداليه او ميداليتين او ثلاثه خلاص، حسب طبعا مع السن الاصغر بيجيب اكتر. احنا حاليا على مستوى الشباب تحت 17 و19 سنه احنا ابطال العالم، واحنا رقم واحد قبل كل الدول. تحت 21 سنه في الناشئين احنا رقم اثنين حاليا في التصنيف العالمي بعد روسيا. احنا في الكبار احنا يمكن ماشيين دلوقتي في اول ثلاث اربع دول، فده حاجه مميزه جدا. كان الهدف بتاعنا ميداليه في طوكيو، لازال الهدف بتاعنا ميداليه في طوكيو الحقيقه، نتمنى تحقيقه. في الولاد احنا قريبين مش بعاد، في البنات احنا ابعد سنه، انما احنا عندنا بقى عندنا تواصل اجيال في الخماسي الحديث، بحيث ان هو ضامنين ان من دلوقتي لغايه 2028 يعني 2024 اولمبياد الشباب 2022 هنكون موجودين ان شاء الله على منصات التتويج. والسن بتاع لاعبتنا خلاص بيقول ان لغايه 28 احنا هنبقى بننافس، وهنبقى بننافس بقوه ان شاء الله. اولمبياد الشباب انت عارفه الماضيه 2018 مصر جابت 12 ميداليه اولمبيه، 3 ذهب واثنين فضه وسبعه برونز. بالظبط. الثلاثه الذهب كان فيهم اثنين خماسي. فالولد والبنت احمد اسامه الجندي وسلمى ايمن عبد المقصود، والاثنين مرشحين للوصول ان شاء الله للاولمبياد طوكيو ان شاء الله، واحمد عنده فرصه المنافسه. سلمى بنقول انها لسه يعني عايزينها توصل وتاخد الخبره، انما 24 و28 لا لا لا، سلمى من اللاعبات قوه الاراده فظيعه. يعني سلمى صغيره، سلمى بطوله العالم الماضيه قدرت توصل للنهائيات. بطوله العالم العسكريه اللي هي زي بطوله العالم للكبار الحقيقه،
فرق بسيط في اللعيبه الحقيقه. جابت ميداليه برونز في الفردي وجابت ذهبيه الزوجي المختلط. فلا هي قادره جدا ويعني في احنا عارفين المشاكل ايه عند لعبتنا اللي محتاجه تطوير، شغالين عليها وان شاء الله نوصل لاعلى مستوى. ولكن دايما بدعم بطولات الخماسي الحديث اللي بتقام في مصر، لان احنا عندنا الحمد لله اماكن كتيره جدا نقدر نستفيد منها اللي موجود فيها مياه وموجود فيها في نفس الوقت مكان للجري، فعندنا محافظات رائعه تقدر اكيد حضرتك تستغلها باستضافه مصر لبطولات كده سياحيه ورياضيه، نعمل كده دعم بشكل مميز. بس ان شاء الله المطارات تفتح كده ونبتدي نستقبل سياح تاني. لا طبعا احنا كان عندنا يعني التصفيات، عندنا 6 بطولات مؤهله لطوكيو. اول مرحله كانت كاس العالم في مصر وتمت بنجاح تام. المرحله الثانيه هيتم تاجيلها، والثالثه تم تاجيلها، وكل الباقي تم تاجيله. احنا عندنا زي ما قلتي يعني اماكن رائعه طبعًا. خلاص اولها هي استاد القاهره. منتخب الصين ومنتخب كوريا كان معانا، منتخب بيلاروسيا، منتخب تركيا، يعني 7-8 منتخبات كانت معسكره معانا هنا. وقلقانه انها ترجع، يعني يمكن الصين لسه ماشيه النهارده الصبح. لا يمشوا الصين ده لا ما مفهومش، لا مش بالعكس مش مفهومش مع يعني بالظبط طبعا. لا لا بهزر. اكيد اكيد. لا لا كلنا معرضين للفيروس ده، بس ان شاء الله ربنا كده يحفظ علينا كلنا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنه الاولمبيه، نورت الدنيا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا موصول ايضا لحضراتكم مشاهدينا، ويا رب كده النهارده ما كانش احسن يوم بالنسبه لكل الناس اللي بتحب الرياضه وبتحب الحياه بشكل عام، ولكن باذن الله بنامل ان بكره يكون جايب خير لمصر ولينا كلنا وللعالم باكمله. تقبلوا تحياتي ونشوفكم باذن الله بكره على الف خير.